قال ولد لابوه وامه ما هو مرغوب عقوق الولد لابوه وامه ما هو مرغوب عليها الغضب والذل والخوف والخيبه وش تقول يا محمد لصار الغضب مكتوب وش تقول للي يغضب الام والشيبه هذا يا بلال اللي تشوفه غضب وذنوب عسى الله يهدي من وقع به ويمشي به رضا الوالدين اجمل عمل طيب ومحبوب مع عمر العقوق يعلي الرجل يهوي به السلام غضبهم يسكر للبنادم كثير دروب غضبهم يسكر للبنادم كثير دروب ورضاهم سرور يعجز القلب ترتيبه رضاهم هو الجنة غضبهم سخط وعيوب عقوق البنادم يكشف الستر ويعيبه لو تعيش في دنياك من كل حدب وصوب ترى غيبتك عن والدينك هي الغيبة افراق الابو والام منها الحديد يذوب بعدهم ما تلقى شيء تقدر تماريبه يا سلام سلامتكم ابو محمد ابو محمد